السلام عليكم اولادي يا بناتي، داخل الوطن وخارج الوطن، وكنبغيكم وكنبوسكم وكنحبكم. انا اليوم في الغابه الصغيره، ها هي شفت تبارك الله هاد المنظر، وهاد الشيء زوين. هانتوما الغابه الصغيره، ها هي داك الشيء، هانتي هداك الشيء زوين النيت. شوف تبارك الله، انا غندور لكم. ها هي شوف شوف تبارك الله، ما شاء الله. انت سلام، حي السلام، سلام. بحال غدا الطريق ديال السلاد، الدخله ديال سميتو، الطريق ديال الولجه، على الطريق ديال كناس، هي اللي جات هذيك الغابه الصغيره. ها انتم شوفوا تبارك الله، ها الطريق اللي كيخرج من الولجاهية. إيوا اليوم خارجين، ها ديال الطرامي من هنا، هذه هي القنطرة اللي كتمشي لجهة سبيطار مولاي عبد الله ديال سلا، ديال سلا، ماشي مولاي عبد الله الآخر، ديال سلا. هانتوما شوف تبارك الله، ما شاء الله، هادشي زوين زوين. وها واحد الهواء زوين مع فوق القنطرة، جا واحد حد هانت الغابة الصغيرة زوينة. هاداك الطرام ماي جاي، ديال القرية ديال السبيطار مولاي عبد الله. راه شتي أنا كيعجبوني غير هادشي ديال الربيع، وداك الشي ديال سميتو، وما بيني وبينكم وما كنقدش نطحن عليه، كتجي ليا الدوخه حين فوق القنطره. البرج كيبان، هو كيبان مزيان، وراه كتجي ليا الدوخه يا حباباتي. الطرام جاي من ايوا، انتوما معايا شوفوا. هو ديال سالا، ندخلوا لهي نحيدوا البقوله. دابا راه البقوله موجود، ها والله تا كاينه، راها راه البقوله كتبان. شتي هانتوما شوفوا، هانت هانت تبارك الله، داكشي زوين. الطرام ماي راه داز، ولاني الحطيره من لا سميتو ما بغيتش نشدو. هذاك الشيء، واه ما نعرف شحال من دقيقه دابا هنا، قيله بركه.